السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. في سؤال شيخنا لك دلوقتي، ايه حكم القرض يا شيخنا؟ القرض جائز مع الكراهة إذا لم تكن محتاجا، هو في الأصل جائز، لكن إذا كنت محتاجا انتفت الكراهة، لست بمحتاج الكراهة موجودة، لأن الشخص يسأل عن الدين. تمام. في سؤال تاني يا شيخنا. أيوة. دلوقتي أنا لو بدي أجيب حاجة بالقرض، تمام، وبيعها، وبيع الحاجة ديت واستنفع بالفلوس اللي أنا جاي، يعني أحرقها زي ما بيقولوا، يعني أنت ستشتري بالدين، يعني مثلا أنا اشتريت مثلا سيارة مثلا، طيب، بالقرض، تمام، أيه، وبعتها وخدت الفلوس بتاعتها ديت عشان أفتح مشروع تاني. بعتها لنفس الذي اشتريتها منه ولا أو لشخص آخر؟ لا، واحد تاني. جائز. أختار قول ابن عباس القائل بالجواز. جزاكم لا عفوا، أختار القائل بالجواز عموما. تمام، ما دمت ستبيعها لغيرك، لغير الذي غيري. ايوه،